Hi everyone, with you Mushema Amunir. Today let's start with English Wallet for Primer 3. Let's start with Unit 7. Please listen to me carefully. The city train. We are rushing through the station. We have got tickets for the train. We are visiting the city. Then we are coming home again. The train is at the platform and it's ready to go. We must hurry, hurry, hurry. I can hear the whistle blow. The red and silver engine is noisy, big and strong. And faster, 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 it's pulling us along. Now trees and fields are flying by the train. We are visiting the city, then we are coming home again. ده الدرس الخاص بـ English Wallet for Primary 3 Unit 7 بيتكلم على platform و train. تعالوا نتعرف مع بعض على new words. Let's start. Station, ticket, ticket office, platform, engine, tram, whistle, train, castle, field, tower, shout, passenger, homework, luggage. Okay, let's move to the grammar. نشوف الجرامر النهاردة بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن the past simple tense، زمن الماضي البسيط. والماضي هو التصريف التاني للفعل، وبنتكلم نستخدمه للتعبير عن حدث حصل في الماضي وانتهى خلاص. طب في حاجة اسمها keywords، مفاتيح الزمن، اللي اعرف منها انه الجملة دي في الباست، لما يجيلي yesterday، last week، last month، ago، لما يقولي دول اعرف اتون ده في الباست simple tense. ناخد بالنا انه الافعال هنا بتتقسم بين حاجتين، فعل منتظم وفعل غير منتظم. الفعل المنتظم بنسميه regular والغير منتظم irregular. افعال المنتظمة دايما بنحط في نهايتها في الباست، يا اما دي اي دي اي اي دي. لكن افعال الغير منتظمة او الافعال الشاذة زي see، so، go، went، is، was، are، where، دي الافعال الشاذة اللي مش بنحط في نهايتها ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي، ليها تصاريف تانية خالص، تصريف تاني خالص، مهم جدا نكون احنا كمان حافظينه وعارفينه. زي ما قلنا من شوية انه الباست سمبل ان احنا بنتكلم عن حاجة حصلت في الماضي وانتهت، حاجة حصلت في الماضي وانتهت، وهو التصريف التاني للفعل، عبارة عن التصريف التاني للفعل. وعرفنا الفرق بين الفعل المنتظم والغير منتظم. الفعل المنتظم اللي بنحط في نهايته يا اما دي اي دي اي اي دي، الفعل الغير منتظم او الشاذ اللي ليه تصريف تاني خالص. ومهم ان احنا نبقى حافظين ده وده عشان نعرف نصرف الافعال في الامتحان وما نتلخبطش. طبعا في نهايه الفيديو هجيب لكم كمان افعال الريجولر والريجولر عشان تبقوا انتوا عارفين التصريف بتاعها بيكون ازاي، عشان تبقوا كمان سهل ان انتوا تحفظوه. طيب انا ناخد بالنا، احنا قلنا خلاص ان عرفنا الماضي بيمشي ازاي. طب انا لو عايزه انفي جمله في الماضي بن فيها be didn't، بن فيها be didn't. For example we didn't win، مقلتش won. الverb لو احنا خدنا بالنا بينزل في infinitive form. يعني ايه infinitive form يا مش شيماء؟ يعني في المصدر. We didn't win the sailing competition too. The children didn't pee in the park. طيب في question طبيعي جدا، مادام انا بنفي be didn't يبقى بسأل did the boy see his teacher؟ هل الولد شاف مدرسته او مدرسه؟ Yes he did. ناخد بالنا سي مش سو، سي نازل في الانفينيتيف. معنى كده انه في النيجاتيف او في الكويشن فورم الفيرب بينزل في الانفينيتيف مع didn't or did. اوكي okay? It's very easy. طب هنا بقى الافعال الريجولر اللي هي المنتظمه اللي قلنا عليها من شويه ان بنحط في نهايتها يا اما اي دي او دي او اي اي دي. وناخد بالنا من الافعال اهي help helped cook cooked wash washed walk walked talk talked work worked. طب ناخد بالنا لو في فعل بقى جالي بينتهي في حرف متحرك وبعديه حرف ساكن، بنحط الاي دي او بنصرف الفعل زي في الباست، بنعمل دبل للحرف الاخراني وبنحط اي دي زي hop وزي travel زي ما احنا شايفين تحت اهو. hop h o p الاو طبعا من حروف الفاول، ولازم نعرف احنا الحروف الفاول مكتوبه اهي الاي والاي والاي والاو واليو. لما يجيلي الحروف دي وبعدين حرف ساكن وراها عشان اصرفه في الماضي لازم اعمل دبل للحرف الاخراني واحط اي دي. سهله خالص اهي، تمام. اوكي ايه تاني دلوقتي هنتعرف بعض افعال بنحط في نهايتها دي اللي بينتهي باي. فعل بينتهي باي بنحطه في نهايته
دي. اوكي ده ببساطة جدا النهاردة كان يونت 7 معانا English Wallet for Primer 3. Thanks for watching. كان معكم شيماء منير. باي and see you soon.